القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. قالت صحيفة ذا صن البريطانية أن كريستيانو رونالدو كان في طريقه لرحلة خفيفة نحو لندن قبل أن يلغيها اللاعب في غضون ساعة من موعد الطائرة. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب كان قد قرر الذهاب في رحلة قبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستجمع فريقه ريال مدريد ضد يوفنتوس قبل أن يلغيها عقب أحداث مانشستر. تصنيفات الخبر: رونالدو ريال مدريد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.